المستهلكين، المنافسين، الموردين، الشركات التعامل معها، والبيئة الخارجية اللي هي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القانونية ونحوها، وممكن أحيانا الدولية لبعض الشركات. ثم هذه البيئة الداخلية، هذه تبع التحليل اللي، ثم هنا اللي هو الصيغة الاستراتيجية تبدأ من وضع أهداف بعيدة المدى، رسالة المنظمة، أهداف الرسالة، ثم أهداف المنظمة، ثم تطوير بدائل استراتيجية، ثم الخيار الاستراتيجي. إذا نفسه، فعشان كذا يقولوا التخطيط الاستراتيجي هو عبارة عن المرحلتين الأولى، تحليل الاستراتيجية وصيغة الاستراتيجية. إنه تحليل البيئة الأول، لما عرفنا تخطيط الاستراتيجية إيش قلنا؟ مش هو تحقيق أهداف، لأنه أهداف هي موضعة في السيارة، السيارة موجودة أهداف، هي تحديد أهداف المنظمة من خلال تحليل البيئة، تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ونشوف وبعدين عشان نستطيع أن نحقق أهداف المنظمة هي حشد الموارد من أجل تحقيق أهداف المنظمة، هي تحليل البيئة الداخلية والخارجية لمعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، وحشد الموارد من أجل تحقيق أهداف المنظمة ورسالتها، رسالة المنظمة. طيب، إذا هذا المرة القادمة في التخطيط الاستراتيجي. إذا نزيد هذا الألاك في التخطيط الاستراتيجي، أعتقد أشرنا أنه يشار إلى التحليل البيئي بالأول الاستراتيجي، والصياغة الاستراتيجية بالتخطيط الاستراتيجي. خلاص. طيب، الثانية اللي بعده، هي عشان كذا نرويكم إنه التخطيط الاستراتيجي يعني مش قلنا من نحن إلى أين نريد الوصول، ما الموارد، ما نريد نشوف من البداية. هي التخطيط عادة يضمن أين ومتى وكيف ومن ما. طيب، إذا العملية تتكون من خطوات، من أنا، من نحن، وأين يعني نريد الوصول، أو من نحن ولا من أنت وأين. طيب، تحدد من أنت، أين أنت، أين تريد، من أنت يعني من أنت بإيش، بإيش من نقطة، من أنت بإيش، من اللي يحدد الرسالة، من يعني أنت تبين مهمة المنظمة، غرض المنظمة، من هي المنظمة، أنا إيش أعمل. عشان كذا يبدأ يقول أنا نحن ننتج كذا، ولا نقدم خدمة، ولا نقدم عملية بحث، ولا خدمة التدريس، ولا لا، يحددون إيش يعملوا بالضبط، وظيفتهم، مهمتهم في الحياة، وبعد يتكلم. أيوة، إذا من أنت وأين أنت، أين أنت من خلال إيش، إيش الذي يحدده، تحليل، تحليل البيئة. مش أنا لما أنا أشتي أعمل لي هدف، ولا أعمل تحليل عند الطبيب وأعرف ظروفي وإمكانات الصحية وكيف. طيب، وأين تريد الذهاب، الهدف، كيف ترغب الوصول، اللي هو كيف ترغب الوصول، الوسائل المستخدمة، وسائل، لأنه التخطيط ارتبط بالوسائل، كيف تريد يعني وسيلة. طيب، ومتى ترغب الوصول، يعني مرتبطة أيضا الأهداف، هي مرتبطة في مواعيد زمن سيقوم بذلك وماذا يكلف ذلك. عشان كذا التخطيط وتحديد الأهداف مع تحديد الوسائل والإمكانيات والأساليب التي تمكنها من تحقيق الأهداف. طيب، الخطوة الأولى إذا هو الخطة الاستراتيجية، من نحن، ماذا نريد، يعني من نحن ماذا نريد، أي تعريف هذه الأسباب، وجود هذه المؤسسة، والدور الذي يجب. طيب، إذا من نحن ماذا نريد، تعريف الأسباب، والدور الذي يجب أن تقوم به لأداء تحديد هوية ورسالة المنظمة من خلال التخطيط الاستراتيجي. طيب، إذا هذه بعدين بنتكلم عن التحليل البيئي. أول نقطة، إذا إحنا تكلمنا عن عملية الاستراتيجية كذا كذا كذا، لكن الآن بتفصيل أكبر. إذا التحليل البيئي لازال التعريف، أنا لا أتعرف، شوفوا هذه بس تعريفات ونروح إن شاء الله. إذا هي تحليل، هي تقييم، عملية تقييم للمعلومات عن البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة وتقييمها. شيء إذا يقصد بالبيئة، إذا قلنا إيش يقصد بالبيئة؟ نتكلم عن البيئة كل العناصر والمتغيرات، سواء كانت خارجية ولا داخلية، التي تؤثر البيئة، سواء كانت داخلية ولا خارجية، التي تؤثر على أنشطة المنظمة، هذه البيئة الداخلية طبعا، يقصد بالبيئة الداخلية، لا هذه البيئة
كل العناصر الاقتصاديه السياسيه القرية التي تؤثر البيئه الخارجيه. اذا كل العناصر التي تؤثر على التي تتخرج المنظمه ممكن تؤثر عليها اجتماعيه سياسيه قانونيه. نشوف كمان بعدين البيئه الخارجيه تنقسم قلنا الى environment بيئه عامه وتعرف لنا خارجية شبه العوامل المتغيرات التي تؤثر على جميع المنظمات قلنا مش السياسية القانونية التكنولوجية الاقتصادية كلها وتشمل عوامل ثقافية قانونية سياسية دولية هي تؤثر على كل وفي صعوبة السيطرة عليها. لكن احنا قلنا ايش نعمل؟ التكيف. انا احاول التكيف اول لا عندما نعرفها نحاول التخفيف من الخطورة. احيانا شك مني مخاطر جاية هذا مخاطر لكن احنا أقول لك والله عامل حسابه عشان كذا بيكسب معلوم أقل ما إذا نحاول إيش نعمل نتدني من المخاطر نعمل تدني من المخاطر أو نخفف من وقع هي وقع علينا كلنا بس الذي عامل حسابه مخاطر وقعت عليه أقل لكن فلان والله مشكلة ما كانش عامل حسابه إذا ها طيب تعرف بين الجزء الخارجية تشمل عوامل خطر كما أنه يصعب السيطرة عليها مش قلنا البيئة العامة لأنه وقف فيها قانونية سياسية يذكر إذن هذه البيئة الصناعية الخاصة كلمة بيئة خارجية وبيئة داخلية البيئة الخارجية قد أخذت مني توبة إخذ المكان كأنه يجوز البيئة الخارجية تمارس لدينا وتوفير المواد تؤثر على بعض المواد هنا تعتبر أكثر اتباطاً بالصياغة وتشكيل أهداف المنظمة طبعاً يؤثر عليه المستهلكين المنافسين الموردين اللي يمدون باحتياجاتي للمواد الخام لمستلزمات الانتاج ونحوه منافسي الحكومه والمجتمع وثم البيئه الداخليه هي البيئه الداخليه اللي هي موارد يعني ادارات الانتاج والانشاء والتسويه والتمويل والموارد البشريه والامكان التنظيمي وثقافه المنظمه ونحوه هذا مش مكتوبها والبحث والتطوير والموارد البشريه والمعلومات كل ما يتعلق بانه اما ان تكون عامل قوه لي او عامل ضعف التي اعتمد عليها في انشطتي في تحقيق اهدافي مش قلنا عشان نحقق الاهداف يجب ان نقوم بانشطه ولا لا؟ ما حدش يقدر يقدم لان في عندنا اهداف مش يجب ان نقوم بانشطه قلنا انتاجيه وتسويق وتمويليه وماديه اذا الانشطه هذه الانشطه تساعدني على تحقيق اهدافي إما أن تكون بالنسبة لي عامل قوة ها؟ وممكن تكون تسحبنا إلى الخلف عامل ضعف طيب خير إن شاء الله بنشوف التحليل البيئي المرة القادمة طيب شوفوا بس هذا التعليم وخلاص وآخر حاجة عشان نمشي بس هذا هو التعليم أيوه هذا التعليم اللي هو التحليل البيئي الباب يسمونه تقييم خارجي تحليل صناعي تعرف التحليل البيئي من مراقبة وتقييم المعلومات وتقديمها إلى الإدارة العليا أنا معمل فولو أب لكل جديد لكل المنافس على فكرة لما في شركة بعض الشركات الصناعية طبعا شوفوا مدير الشركة معه مكتب له كل المنتجات ينتج مكرونة شوف المكرونة كله اللي بالسوق يتحصل مكرونة في غالية وذي إيش ميزتين العموة التغليف شكلها يدي يروحوا خلنا يشوفوا عشان إيش الذي إيش خلال الزبون يشتري هذه المنتجات كل حين على أي منتج من المنتجات ينتجها في غرف كذا رحمة الله تشوفها دائما إذا ما تشوف أنا جمع وتحليل وتقييم المعلومات شيء أنا أتكلم عن تحليل البيئي الآن تحليل البيئي إيش هو؟ جمع وتحليل وتقييم معلومات حول التجارة البيئية الخارجات العلاقات سواء كانت اقتصادية وكمان تحديد الفرص مش كلها ممكن الاستفادة منها وتجنب التهديدات التي ممكن تواجهنا ها؟ طيب وعناصر البيئة الداخلية هي تقييم المعلومات باختصار التحليل البيئي هي تقييم المعلومات المرتبطة بالبيئة الخارجية والبيئة الخارجية معروفة والبيئة الداخلية معروفة عشان نعرف نقاط القوة ونقاط الضعف فيما يتعلق بالبيئة الداخلية لإمكاناتنا ومواردنا وفيما يتعلق بفرص التهديدات المتعلقة بالبيئة الخارجية. طيب المرة القادمة خلاص إذا هنا نقف هنا ونتكلم بعدين عن المرة القادمة إن شاء الله. ها؟ أيوه